هذا وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار، مؤكدا التزام لبنان بالقرار الأممي 1101 وعلى المجتمع الدولي إلزام الاحتلال الإسرائيلي به. كما أشار ميقاتي أيضا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل هو جرم مستنكر. رغم كل الجهود التي بذلناها عربيا ودوليا للحقول دون وقوع المحظور، تستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان وتتصاعد اغتيالا وقتلا وتدميرا وانتهاكا جويا لسيادتنا واجتياحا بريا لأرضنا، وكأننا متركون للقبر، وكأنه محرم علينا أن ندافع عن حقنا وأرضنا وكرامتنا.